بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي محبي اللغة الإنجليزية ومتابعي منهج Time for English 6. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Musical Instruments. Musical Instruments يعني آلات موسيقية. Musical Instruments آلات موسيقية، تمام؟ إحنا لو بصنا لكلمة Musical هنلاقيها مكتوب فيها كلمة music وبنضيف لها al music music وبنضيف لها al. كلمة instruments كلمة طويلة جدا، مفروض ان احنا عشان نحفظ اي كلمة لازم نقطعها لمقاطع او نقطعها لاجزاء. نقطع instruments دي ازاي؟ هنكتب in in stru stru ومنس mens. ونلاحظ ان كلمة instruments دي كلمة plural يعني كلمة جمع، احنا ضفنا لها s plural s الجمع. لو انا عايز اقول آلة واحدة موسيقية هتبقى instrument without s بدون حرف الاس. هنعيد تاني، هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن musical instruments. لكل الناس اللي بتابع معايا هنتكلم عن time for english 6 عن musical instruments يعني الآلات الموسيقية. طب اول اله عندي النهارده بالبيكتشر بتاعتها زيلافون. كلمه زيلافون، زيلافون اللي هو الاكسليفون، طبعا كلنا بنحب اله الاكسليفون وخصوصا الاطفال اللي عندنا. زيلافون اكسليفون، زيلافون اكسليفون. لسه قايله ان لو انا لقيت عندي كلمه طويله ممكن اقطعها المقاطع او اقطعها الاجزاء عشان اعرف احفظها. لو بصيت كويس جدا لكلمه زيلافون هتلاقي فيها كلمه اسمها فون، كلنا عارفين يعني ايه فون. فون اللي هي اف او سوري بي اتش او ان اي فون. هنضيف لها مقطع في الاولاني في اول كلمه اكس واي ال او، اكس واي ال او تبقى تتنطق على بعضها زيلافون اكسليفون زيلافون. طيب تاني آلة موسيقيه عندي اسمها فايولين، فايولين فايولين يعني كمان آلة موسيقيه كده بتحط على الكتف وبتعمل نوع معين من الموسيقى. فايولين فايولين، هنقول تاني زيلافون زيلافون فايولين. طيب عندي النوع الثالث من الميوزيكال انسترومنتس النهارده اسمها طبله. طبله يعني درام، طبله يعني درام. درام طبعا دي ار يو ام، درام دي ار يو ام. ولو انا عايز اجمع كلمه طبله بحط لها اس بلورال تبقى اسمها درامز، درام درامز درام درامز. طيب نرجع تاني للخطوه اللي بعد كده. الناي، ناي ده عباره عن اله موسيقيه خشبيه. ناي يعني فلوت، ناي يعني فلوت، ناي يعني فلوت اف ال يو تي اي فلوت، ناي يعني فلوت. طيب وفي اله الاخيره دي اخر حاجه في الورقه معايا، اله ليه بيسموها اله حزينه تقريبا كده بتعمل صوت حزين اسمها هارب. آلة اسمها الهارب، الانجليش زي العربي النطق زي بعض. آلة الهارب هي هارب، آلة الهارب يعني هارب او بيسموها الكثارة، الكثارة آلة الكثارة. طب هنعيد تاني، بنتكلم عن الميوزيكال انسترومنتس، ميوزيكال انسترومنتس، ميوزيكال انسترومنتس آلات موسيقية، ميوزيكال انسترومنتس زيلافون اكسليفون كمان فايولين طبله درام البلورال بتاعها درامز الجمع بتاعها درامز ناي فلوت الناي فلوت آلة الهارب هارب آلة الهارب هارب او الكثارة. والآلة الموسيقية اللي بعد كده اسمها ترامبت، ترامبت دي آلة البوق، بوق ترامبت ترامبت trumpet t r u m p e t. برضو زي ما اتفقنا في اول المحاضره ان احنا نقسم اي كلمه طويله بنقسمها لمقاطع او اجزاء. trumpet تتقسم t r u m p e t trumpet trumpet بوك يعني trumpet، ودي صوره البوك زي ما انت شايفها كده هو ده البوك، تمام. بعد كده عندي مزمار خشبي او ممكن نسميه اله النفخ recorder، اله النفخ يعني ريكوردر ريكوردر ريكوردر
أقسم ذا ريكوردر R E C ونحط لها كلمة order R E C R E C ونضيف لها كلمة order O R D E R order ريكوردر يعني مزمار خشبي أو آلة النفخ. بعد كده آلة موسيقية بنستخدمها تشبه البيانو حاجة كده شبه البيانو اسمها electric keyboard electric keyboard electric keyboard يعني أورج كهربائي زي البيانو يختلف بقى ان ده لازم يتوصل بالكهرباء electric keyboard أورج كهربائي يعني electric keyboard. طب عندي آلة تانية اسمها تشيلو العربي نطق العربي زي نطق الانجليش كده بالظبط زي كلمة هارب او الآلة الموسيقية اللي احنا اخدناها دلوقتي هارب يعني هارب او بيسموها الكيثارة برضو الآلة الموسيقية اللي عندي تشيلو بالانجليش زي العربي بالظبط تشيلو دي آلة اكبر من الكمان زي ما انت شايفة كده في الصورة آلة اكبر من الكمان تشيلو يعني تشيلو دي مش محتاجة بقى ان احنا نجزأها دي كلمة صغيرة سي اي دبل ال او سي اي دبل ال او تشيلو دي آلة اكبر من الكمان. طب احنا لو عايزين نرجع للكمان ها نفتكرها ازاي بفايولين كمان يعني فايولين كمان يعني فايولين اهي كمان يعني فايولين لو انا شفت آلة اكبر من الكمان اسمها تشيلو الآلة الاكبر من الكمان اسمها تشيلو آلة اكبر من الكمان اسمها تشيلو سي اي دبل ال او سي اي دبل ال او تشيلو تشيلو. طيب بعد كده عندي آلة اسمها سيمبلز آلة اسمها سيمبلز سيمبلز ودي آلة دايما تبقى بلورال لان عبارة عن جزئين في بعض مش جزء واحد سيمبلز سي واي ام سي واي ام ده اول جزء فيها بي اي ال اس وطبعا انا لما اقول لك ان الاس دي اسمها اس بلورال اس الجمع لان الاله دي عباره عن جزئين مش جزء واحد عباره عن جزئين مع بعض عشان نطلع الصوت اللي احنا عايزينه لازم السيمبلز تبقى جزئين مع بعض سيمبلز. طيب عندي الاله الموسيقيه او الميوزك انسترومنتس الاخيره الميوزك انسترومنت اللي موجوده دلوقتي معايا اسمها تيوبا 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 يعني بوق تيوبا يعني بوك تيوبا يعني بوك او بوك يعني تيوبا برضو دي كلمة صغيرة ما تتقسمش تيو بي اي زي ما بتنطقها تكتبها تيوبا 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 تيو بي اي هنعيد تاني الكلمات او هنعيد تاني الميوزيكال انسترومنت قلنا ان الميوزيكال انسترومنت يعني آلات موسيقية عايز اقول آلة موسيقية واحدة ميوزيكال انسترومنت اكسيليفون زيلافون كمان فيولين طبلة درام الناي فلوت آلة الهارب أو الكيثارة الهارب تمام آلة البوك ترامبت آلة البوك ترامبت آلة البوك ترامبت مزمار خشبي ريكوردر مزمار خشبي ريكوردر او ممكن نقول عليه آلة النفخ مزمار خشبي ريكوردر اورج كهربائي سيمبلز سوري اورج كهربائي الكتريك كيبورد الكتريك كيبورد الكتريك كيبورد. طيب تشيلو تشيلو دي آلة اكبر من الكمان تشبه الكمان اللي احنا جبنا صورتها من شويه تشبه الكمان بس ايه اكبر منها في الحجم تمام باقي الكلمات او باقي الميوزيكال انسترومنت سيمبلز سيمبلز قلنا الآلة دي دايما تبقى بلورال وبعد كده البوك اللي هو تيوبا بوك يعني تيوبا. طب احنا ملاحظين ان احنا قرينا النهارده كلمتين اسمهم بوك بوك اللي هي ترامبت صح كده انت شايفها بوك اللي هي ترامبت تمام دي صورتها لو هي اكبر منها شويه هيبقى اسمها تيوبا يبقى بوك اللي هو ترامبت بوك ترامبت اكبر منها حجما اسمها تيوبا بوك تيوبا بوك تيوبا. طيب بالنسبه للميوزيكال انسترومنتس ديت انا لما اجي اكون سنتنس جمله لازم استخدم معاها فيرب الفيرب الشائع دلوقتي مع الميوزيكال انسترومنتس اسمه بلاي. طب ازاي بقى بلاي ده احنا واخدينه واحنا
او انت عندك فكرة عنها ان هي بلاي دي معناها يلعب؟ لا، مع الجديد بقى بتاع النهاردة ان بلاي لما اجي استخدمها كفيرب ليها معنيين، يا اما يعزف لو هي معاها ميوزيكال انسترومنت، او لو هي معاها اي نوع من انواع السبورتس الرياضات يبقى معناها يلعب. ده لو انا هستخدمها كفيرب as a verb. انما لو انا هستخدم بلاي as a noun كاسم يبقى معناها مسرحية، وده مش موضوع النهاردة خالص. انا عايز استخدم النهاردة ان بلاي دي as a verb. طب اني فيرب فيهم؟ بما ان انا خلت او شرحت او قريت النهاردة الميوزيكال انسترومنتس، فهناخد معنى بلاي معناها يعزف. معنى بلاي يعزف، معنى بلاي هنا يعزف، وكلنا عارفين كلمة بلاي او فيرب بلاي، عارفينه من زمان. هنستخدم النهاردة بلاي يعني يعزف. تمام، بلاي يعزف ده فعل يمشي مع جميع الآلات الموسيقية اللي احنا اخدناها دلوقتي. يعني لو انا حبيت اكون sentence، اكون جملة، او I play the harp، او ممكن اقول I play the xylophone، I play the cello، I play the tuba. اوكي، يبقى فعل بلاي اللي هو يعزف بيمشي مع جميع الآلات الموسيقية. طب احنا دلوقتي لو جينا نصنف الآلات الموسيقية هنصنفها لإيه؟ إن في بعض الآلات الموسيقية اللي احنا لسه درسناها مع بعض دلوقتي، في آلات موسيقية ممكن ندق عليها، زي مثلا درامز، زي سيمبلز اللي هي الآلة اللي ما ينفعش تبقى سينجولار، لازم الآلة دي تبقى بلورال، جمع، لأنهم عبارة عن جزئين مع بعض. طب أنا لما استخدم درامز، الآلة الموسيقية درامز، أو الآلة الموسيقية اللي هي سيمبلز، حبيت استخدم معاهم فعل، احنا ممكن نصنفهم مع فعل اسمه هيت. هيت معناه يقرع او يدق، يقرع او يدق، يقرع او يدق. تمام، زي ايه مثلا؟ I hit the drums، زي معناها يعني انا بطبل على الطبلة، انا بدق على الطبلة، انا بقرع على الطبلة. تمام، ممكن نقول كمان ايه؟ I hit the cymbals. يبقى هنرجع تاني نقول ان فعل play يعزف بيجي معاه او بيمشي مع جميع الالات الموسيقية، الميوزيكال انسترومنتس، كل الالات الموسيقية اللي احنا درسناها دلوقتي. لو احنا جينا نصنف الميوزيكال انسترومنتس ديت، الالات الموسيقية، لو حبيت اصنفها في بعض الالات اللي احنا ممكن نقرا عليها، يعني ندق عليها، زي الدرامز وزي السيمبلز. طب وفي الات موسيقية تانية انا ممكن انفخ فيها تطلع لي الصوت اللي انا عايزاه، زي ايه اللي ممكن انفخ فيه من الالات اللي درستها النهارده؟ عندي تيوبا، وعندي فلوت، وعندي ريكوردر، دي من الالات اللي ممكن يتنفخ فيها. يبقى انا لما اجي اوحد الالات الموسيقيه وعايزه استخدم معاهم فيرب، يبقى فيرب بلاي. حبيت اصنفهم لاجزاء، زي الآلات الموسيقية اللي ممكن أقرأ عليها أو أدق عليها، هستخدم فيرب اسمه هيت. وبعض الآلات الموسيقية التانية لازم أنفخ فيها عشان تطلع الصوت اللي أنا محتاجاه، اسمها ينفخ يعني بلو، ينفخ يعني بلو، زي ما بعمل الجملة كده I blow the flute، أنا بنفخ في الفلوت. تمام، ممكن اقول I blow the recorder، انا بنفخ في الريكوردر عشان اطلع الصوت اللي انا عايزاه. I blow the tuba، ممكن لو انا عايزه اتكلم عن فيرب يقرع ده، ممكن اقول I hit the drums، I hit the cymbals. اكتر سؤال شائع عن الميوزيكال انسترومنتس السؤال ده: What's your favorite musical instrument؟ ما هي آلتك الموسيقية المفضلة؟ أكتر سؤال شائع في الدرس بتاع النهاردة أو المحاضرة بتاعت النهاردة، السؤال اللي بيقول What's your favorite musical instruments؟ أو musical instrument، ما آلتك الموسيقية المفضلة؟ الإجابة سهلة وبسيطة، كل اللي انت هتعمله هتحول possessive adjective your إلى my. My favorite، هنزل favorite musical instrument جنبها my favorite musical instrument is، وتكتب الآلة الفيفورت بالنسبة لك أو الميوزيكال instrument المفضلة ليك. My favorite musical instrument is the cello، ممكن تشيل cello، ممكن تحط أي آلة تانية مفضلة ليك. My favorite musical instrument is the harp. My favorite musical instrument is the tuba، أي آلة موسيقية مفضلة ليك. لو انا حبيت اعمل conversation او dialogue عن الميوزيكال انسترومنتس،
ايه السؤال تاني المتاح ان انا ممكن اكونه غير what's your favorite musical instrument؟ ممكن تقول what do you play. هنا play بقى معناها يعزف. طب انا هعرف ازاي اذا كان play دي يعزف او يلعب؟ من خلال البيكتشر اللي هتبقى متوفرة ليك. what do you play، ماذا تلعب؟ لو هي مثلا صورة فوتبول I play football، صورة تنس I play tennis. طب لو انا بتكلم عن درس النهاردة musical instruments يبقى I play the xylophone، I play the على حسب الصورة the cello، I play the tuba، I play the harp. السؤال اللي بعد كده what do you hit، ماذا تقرع؟ بتقرع او بتدق على ايه؟ I hit the drums. ممكن نشيل drums ونحط بدلها cymbals. طب اخر سؤال بقول what do you blow، what do you blow، ماذا تنفخ؟ طبعا انت لما تيجي تجاوب مش هتحط اي آلة موسيقية، لا هتفكر كده ايه الآلات الموسيقية اللي انت اخدتها ممكن تستخدمها للنفخ. I hit the recorder. I hit the ايه تاني غير recorder اخدناه؟ flute. I hit the tuba. تمام. لكل محبي اللغة الإنجليزية ومتابعي منهج Time for English 6 هنبدأ دلوقتي نحل exercise صغير عن الميوزيكال instrument. السؤال بيقول circle the odd word and replace it with a correct one، يعني طلع كلمة مختلفة واكتب بدلها الكلمة الصحيحة. number one recorder، number one recorder trumpet drum water. ايه الكلمة الأود او الكلمة المختلفة هنا؟ الكلمة الشاذة، الكلمة الغريبة ايه هي؟ وطبعا ووتر، لان كلهم musical instruments آلات موسيقية. لما تيجي بعد صحح الكلمة دي، لما تيجي تكتب التصحيح اختار اسهل كلمة في السبيلنج بتاعها، اختار اسهل كلمة عشان ما تتلخبطش. هنصحها بكلمة اسمها تشيلو. تمام. طب number two practice want harp play. طبعا هنختار كلمة هارب هي الأود لأن دول verbs، فأكيد هنصحح بverb. وبرضه زي ما أنا لسه قايلة هنختار أسهل verb من حيث الحروف عشان برضه ما تتلخبطش في حروفك، تبقى التصحيح بتاعها إيه. ممكن تصح بكلمة أو اتنين مفيش مشكلة. number three رقم تلاتة عندي flute، عندي train drum tuba. الكلمة الأود عندي train طبعا لأنهم كلهم musical instruments. خد بقى التركه الجامده دي ايه هي. طب انا دلوقتي عايزه اصحح، هشيل كلمه ترين وعايزه اكتب اله موسيقيه رابعه اللي هو التصحيح بتاع كلمه ترين. طب انت لو بصيت فوق كده انت ممكن تلاقي اي اله موسيقيه عندك مكتوبه، ده كده انت بتاخد بالك وبتركز في اللي انت بتعمله، يعني مش لازم تقعد تفكر مع نفسك اجيب من آلة موسيقية. ما ممكن تبقى مكتوب في نفس الاسئلة، بس ده ما اسموش غش، ده اسمه تشغيل دماغ. تركية مهمة جدا تاخد بالك منها وانت بتحل اسئلتك. يبقى انا لو حبيت اشيل ترين احط بدلها اي حاجة من اللي انا شايفها فوق، احط ترامبت، احط ريكوردر، احط درام. المهم ما تبقاش كلمة متكررة، مش هتنفع طبعا درام لان هنا كلمة درام مكتوب. ممكن احط ريكوردر، احط ترامبت. تمام. ممكن احط هارب اللي هي في رقم اتنين. يبقى التركية المهمة بتاعت النهاردة ممكن السؤال يبقى حال البعض وانت مش واخد بالك، فارت وانت بتحل الاسئلة بتاعتك تبقى مركز جدا. number four snack lunch breakfast message. تمام. هنختار طبعا كلمة message ليه؟ لان دول عبارة عن وجبات meals، وجبات اللي هي meals. هنختار وجبة اسمها dinner، دينر اللي هي العشاء. طب the last one اخر واحدة عندي trumpet dinner drum cello. نفس التركية اللي انا لسه قايل عليها، طبعا هنختار dinner. بس انت خدت بالك ان كلمة dinner دي احنا كنا عايزين حلها هنا، خدت بالك؟ كان ممكن ناخد بالنا ونكتب ان dinner هنا. طب trumpet dinner drum cello الكلمة المختلفة او الكلمة الاود طبعا دينر، وانا لسه قايلة دول ميوزيكال انسترومنت آلات موسيقية ممكن نحله من السؤال ذات نفسه. ممكن نختار لها ايه مثلا؟ نختار لها هارب، ممكن نختار لها ريكوردر. تمام. مهم الكلمة ما تبقاش متكررة في السؤال.
لكل متابعي منهج Time for English 6، يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة من المحاضرة. لو عايز يصلك فيديوهات جديدة، يا ريت تعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس، وبالتوفيق إن شاء الله.